بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، شفيع ذنوبنا المسمى في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخوتنا وأخواتنا في الله، يا عوائل الشهداء والجرحى والمعتقلين والمطاردين والمبعدين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. انطلاقا من واجبنا الوطني تجاه أحبتنا تيجان الوطن الأسرى في سجون العدو الخليفي، كانت هذه الوقفة التضامنية منا جميعا انتصارا لهم واستنكارا للمعاملة السيئة التي يواجهونها من قبل جلاوزة الكيان الخليفي. وإننا إذ نثمن هذا التواجد الشجاع في هذه الوقفة التضامنية، نحيي فيكم الروح الثورية التي جاءت بكم إلى هنا، ونرحب بكم أجمل ترحاب، متمنين لكم عزا وسددا تحت ظل النظام السياسي الجديد الذي تتطلعون إليه بعيدا عن الحكم القبلي الاستبدادي البغيض. أيها الإخوة والأخوات الأفاضل، خلال هذه الوقفة التضامنية نؤكد على حقوق الأسرى الأحبة الأساسية والتي أقرتها القوانين والأعراف الدولية، وفي الوقت الذي نحن على يقين أن مواصلة حراكنا الثوري وتصعيده هو الكفيل بخلاصهم من بطش الحكم الخليفي الجائر، هذا الحكم الاستبدادي الذي نسأل الله عز وجل أن يرينا في القريب العاجل تهاوي أركانه المتعالية المتداعية. الحرية للأسير البطل كميل المنامي ورفاقه الذين أمضوا 6 سنوات داخل السجون الخليفية المظلمة. المجد والعزة لأبناء شعبنا البحراني الأبي، وما النصر إلا من عند الله. إخوتكم في ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير، الثلاثاء 19 أغسطس آب 2014 ميلادية، البحرين المحتلة.